المشاعر حتى تتحقق المطالب مطالب النساء. ونؤكد لهم جميعا ان احنا ما عمرنا قبلنا الذل، ما غاديش نقبلوا كذلك اليوم، وما غاديش نتراجعوا حتى تحقق المطالب ديالنا. والمطالب ديالنا ماشي ما جاتش في الجيل الرابع ولا الخامس ولا الثالث لحقوق الانسان، فهي مطالب تندرج ضمن المطالب الاساسيه، ضمن المطالب الاساسيه والحقوق الاساسيه لحقوق الانسان. وتحيه نضاليه للجميع وشكرا لكم. رئيس الحالي شو إذا الشعب يوما أراد الحياة لا بد أن يستجيب القدر، ولا بد للليل أن ينشري، ولا بد للقيد أن ينكسر، ولن يتهيأ عوضا جدا يعيش أبدا الدهر بين الحفر. لا أصور في النهار.